تمت عزل وإيقافات في علاقة بالمربين في علاقة بمسألة الدروس الخصوصية لجودة؟ والله خليفة تعرف اللي أنا شخصيا أتعامل بكثير من الحذر، وهذا ما يجب أن يكون من المفروض مع ما يتم تعاطيه في وسائل التواصل الاجتماعي، خاطر المسألة راهو معناتها حساسة باش نوصلوا معناتها كجماعة ما نعطيه موقف رسمي. لازم المسألة معناتها والمعطيات تكون ثابتة. ثم برشا حديث ولابد أنا معناتها نحب نستغل، يعطيكم الصحة أنتم اللي اهتمامكم بالموضوع، نحب نستغل الفرصة باش نقول معناتها حذاري على خاطر معناتها ثم توا تحسها ثم حملة ممنهجة، ثم برشا حديث، ثم برشا كلام على معناتها فيه يمكن برشا مغالطات، يمكن يكون مش بريء. لذلك ماذا بينا معناتها ديما نحتكموا العقل الرزانة. المسألة راهي ماهيش لعبة، المدارس وكل الإشاعات هذه خطيرة وخطيرة جدا اللي قاعدة نشوف فيها توا، معناتها قاعدة نسمع فيها، ما عندناش حتى إثباتات صحيحة لمصلحة من يتم تداول كل هذا ما نعرفوش. المهم نحن نقوموا بواجبنا مع ابنائنا التلاميذ في المدرسة، وبعديك كل طرف يتحمل مسؤوليته في الشائعات اللي خرج فيها. به لهنا نمشي المعطى. صار البارحة في صفاقس يقولوا فما احتجاجات من بعض التلاميذ خاصة بالنسبة للبكالوريا، وعملوا انقطاع البارحة من 10 صباحا ما قراوش، وحركة احتجاجية. بعض البارون اللي متغشين يقولك علاش عام سنة وقت اللي ولدي عنده انكزاما يجيوا يعملوا هكا في خصوص الدروس الخصوصية. شي المعطيات اللي عندكم الرسمية بطبيعة الحال جود؟ أنا معطى رسمي ما عنديش. أولا نحب نقول حتى كان معناتها هذية صارت ما عنديش معطى رسمي، ولكن معناتها نحن ما نحبوش تلمذتنا تدخل تحت الباب هذية متاع مقاطعة دروسهم، هذية ما نحبوهوش. معناتها كل إشكال عنده حل. المنشور هذية راهو يهبط كل عام لوزارة التربية، معناتها تهبطوا من عرش عليش سنة خذ البعد هذية وخذت معناتها التداعيات هذية الكل والكلمات هذية الكل واللي نسمعوا فيه الكل. فهمت؟ نحب نقول كونه سيفغي ثم صار إشكال، ثم تلمذة تقلقت، وأنا قلت حتى في التلفزة راهو المنشور هذا باش يقلق الأولياء قبل ما يقلق التلمذة، مفهوم عليش. نحن اليوم في نوفمبر، مازالت لنا 3 جمعات تبدا تدخل في الاسبوع المغلق، بعد الاسبوع المغلق معناتها مش عاد يوم امتحاناتهم وتغلق يكمل الثلاثي الاول. بالنسبه لتلمذه البكالوريا معناتها المساله حساسه، ولكن نقول انا كل اشكال عنده حل. ما نجموش لا نشيطن المربي ولا نغمضوا عينينا على كونه تجم تكون ثم تجاوزات في الدروس الخصوصيه. كل ما نريده هو الاحتكام الى العقل والقانون، ونجموا معناتها الطرف الوزاري يجلس مع الطرف النقابي ونشوفوا حلول هذه الاشكاليات. خلي تتنظم الدروس الخصوصيه معناتها فرد مره بما يحفظ كرامه المربي وامتيازاته، وبما يحفظ زاد كرامه التلميذ، وبما يحفظ زادة الكرامة الولي، وحتى معناتها مكتوبه. ونحن نعرف كونه معناتها ثم شكون الضرر، ولكن نحن ما نقبلوش بضرر لأي كان. بعض الأولياء البعض نقول أنهم هما اللي لحلحوا بالأساتذة وبالمعلمين، ونمشي لقطاعك أنت الأساتذة راهو يا جودة هما اللي يمشيوا يقولوا له ميعايشك عاون لي ولدي. وفما بعض يقولوا لي من الأساتذة يدرسوا والله بلاش، ما ياخذوا حتى مليم، وفي يفتح داره للبعض الناس اللي ما عندهاش فلوس يقبل انه باش يقري. هذا تعرفوه يظل جودة من زملائكم وزميلاتكم، هل نجموا نلقاو حل وسط باش نخرجوا من هذا المأزق اللي كما قلت انت ويعطيك الصحة في بي سور تير، وتفكر انه نهديه ما نساعدوش، انه نلقاو نشدوا العصا من الوسط ونلقاو حل وسط، انه ما نضيعوش وليداتنا، ما نشوشوش عليهم، نخليو لي بارون زاد مرتاحين. رانو البارون كيف تقول له ولدي قاعد عنده مساندة ومساعدة راهو يبدا فرحان متهني. كيفاش نعملوا؟ شنو المبادرة اللي تنجموا تقوموا بها انتم مجهودة؟ هي راهو نحب نقولوا كونه هذية هاو رسالة، راهو ثم قبل الوقت مش الوقت وبعد الوقت مش الوقت. معناتها ثم حاجة للدروس الخصوصية والملف هذية والمنشور والدنيا كل كان من المفروض راهو المسائل من أول السنة الدراسية ويتم معناتها على خاطر ثم نحب نفهم ثم اتفاق صار 2015. الاتفاق هذية وقت اللي تم تطبيقه ككل الاتفاقات هو عمل بشري، ظهر في الواقع كونه فيه برشا هينات.
كل اتفاق هو قابل للتطوير ما دام تخدم بجوز اطراف الوزاري ولا النقابي يعاود يرجعوا يجتمعوا ويعاود يحسنوه باش يتسكر الملف هذايا. اليوم الدروس الخصوصيه هي واقع نحن قلنا راهو في المجمل باش الدروس الخصوصيه ما عادش نحبوها تكون ضروره وملحه ومفروضه على الولي. ونحبوا زاده الاستاذ يكون مرتاح. اليوم برشا من الزملاء اللي قري في الدروس الخصوصيه يقري في الدروس الخصوصيه على خاطر نحن نعرف الواقع المادي ونقولوا الواقع المادي رانا ماناش نبرروا في التجاوزات لن نبرر التجاوزات ايا كان مأساها ما نحبوش نحن اي تجاوز وما نحبوش الناس تستغل ولاد الشعب وما نحبوش تدخل كاهلهم ومعناتها والتجاوزات اللي تصير كلهم راهي غير مقبوله من الطرف النقابي. هذا في الوضوح. في المقابل ثم اشكال نتاع دروس خصوصيه. الاشكال هذايا راهو يجي كان بالحوار نشوفوا فين الاشكال ما يجيش كي نخرجوا معناتها التعاطي هذايا مش مقبول خاطر هنا شفناها عمل برشا بلبله وثم ناس تركب على الحدث وتوا الشائعات في الفيسبوك كل دقيقه تسمعهم معناتها مداهمات مش معقول معناتها ولينا معناتها سادونا بريسيون كونه كاينه الاستاذ ولا مجرم والناس نهار كامل داهم في دار واللي هي مسائل غير قانونيه وغير مقبوله ومعناتها في الجهه هذه هاو صار في الجهه هذه هاو صار في الجهه هذه في كل دقيقه نسمعوا في الاخبار. هذيك علاش انا قلت المطلوب توا كونها الناس الكل تحلى بالعقل الناس الكل معناتها توسع بالها ونبعدوا على معناتها الشوشره هذه اللي دخلناها في مخاخ تلامذتنا وفي مخاخ الاولياء وراهو كل اشكال عنده حل ونكملوا نقراوا على رواحنا وخاصه دعوه لابنائنا التلاميذ هذايا دخول في مقاطعة الدروس احتجاجا ولا أي حاجة رجاء ما ندخلوش تحت الباب هذا بالكل على خاطر هذا باش يزيد يضيعكم ويزيد يشخشبكم وما ثمش علاش بالحق ما ثمش علاش. شكرا لك يا جود.